هي احلى هديه بتوصل لي. اقعد اقعد لحط لك تاكل. انا الحمد لله منيحه، الحمد لله منيح. صحيح هذا الكلب حبسك؟ ضربوك؟ مرحبا شباب. يا هلا، جبنا لكم تسليت اليوم، روحوا استلموا. وشو الاخبار اليوم؟ الاخبار مو كتير منيحه، ابراهيم بيك تعبان ويمكن يعطيكم عمره. هلا بدكم شيء؟ طيب على ليلة فوت ارتاح لك شوي، عنا شغل كتير. روحوا استلموا، يلا بدنا نمشي. سلامه. Oh.
يعني شو بدي ساوي هلا؟ شو بيعرفني شو بدك تساوي؟ كان اسأل حالك السؤال السنة الماضية. سألت يا عمي، الله وكيلك سألت. السنة الماضية مثل ما بتعرف جوزنا البنت، الله وكيلك تدينا البرغلات دين. وعندي محمود مثل النسوان، لا النسوان بيشتغلوا أحسن منه. بقى من بعد أمرك إذا ممكن تدينا شي مد مدين بدار. محمود مو فاضي غير للمشاكل، أخ لو ما يكون ابنك، لكن بعدته على تل الحبس. ما قلت لي هلا قديش بدك تزرع؟ إذا بتعطينا بدار بزرع الأرض كلها. ها، أنت مو شاطر غير بالحكي، لك الأغا إله عليك شوالين من حصته، لهلا ما أعطيته ياهو. السنة الجاية إذا الله راد سنت خير. أنت أعطينا البدار وشوف. لك أنا منين بدي أجيب لكم؟ منين؟ فاكرين عندي مستودع أنتو؟ 50 واحد صار جاييني، واحد رايح واحد جاي، شي بده 5 شي بده 10، لك أنا منين بدي أجيب لكم؟ طيب، أنت أعطيني 4 مداد برجع لك ياهم على الموسم 8. لا أنا رح أعطيك 8 وبترجعهم 15، صدقني هدول من المونة تبع البيت. شو؟ اتكلنا على الله. ونعمل اتكال. معك كيس؟ معلوم معي. وقديش رح ترجعهم السنة الجاية؟ 15 مد على الموسم. يا سيمان؟ لك يا سيمان؟ تعا عبيلو لعمك أبو محمود 8 مداد قمح. 15 ها؟ أنت بنت مين؟ أنا مرت سعيد الثور أبو حسن. تتركوا كل شيء من ايدكم وبتروحوا معنا على الصيد. بس نحن اليوم بتروحوا معنا على الصيد. شو رايحة على العرس؟ لا، رايحة على الصيد. بس الصيد مثل العرس. ولا بدك يعني اتحجب؟ لا، بدي اياكي ما تنسي انك نور الشامخ. تشرفنا، ما رح انسى.
وهدول شو؟ هدول مو إلنا، هدول لكايد بيك. أيوة. يلا حبيبي يلا، مثل ما وصيتك دير بالك على حالك، إيه؟ الله معك. خليها على خاطرها. معقولة تضل لحالها هون؟ خليها تروح معنا بتتسلى وبترفع عن حالها شوي. يلا نارا. عن جد مالي كيف. طيب إذا قلت لك كرمالي. منكم جايين معنا؟ بلا جايين جايين. هذا شو اسمه؟ هذا الداغي رقاد، حصان أصيل أبل عن جد. وكلها الخيل بدها تشبيها. إما كلها حايلة. والمسكين لوحده شو تساوي؟ لا في عنا غيره. إيه بس مو حيل حصان. الأبجر. يلا روح جيبه. وفي عنا حمارين شايلينه مشان البغال. هدول بتخليهم للأخير وما بتشبيهم غير على الكتش. ها مشي. الله ينعل ساعتهم، لولاهم كانت الدنيا بخير. لك انت يا ابو جدعان ما بدك تحل عن ظهر النسوان بقى. انا لما هنين انت واحد من اثنين، يا واحد نسوانجي ملفلف بعباية يا اما خالي. ما بيفهم على المرأة الا المرأة. انت الصادق ما بيفهم على المرأة الا القمر او ابليس اللعين. تعرف مين ابليس اللعين؟ الرجال. يعني لحتى تفهم على المرأة لازم تكون رجال. انتي شو اسمك؟ انا نارا. نارا؟ نارا شو؟ نارا وبس. انا نور، نور الشامخ.
اخته لكايد بيك. شرفنا. بس وشك مو غريب علي، كأني شايفتك. لا ما بظن. انتي مو من الغيضة؟ لا. نور ليش هيك سويتي؟ استهي حالك فهمنا. ليش شو سويت؟ البنت ضيفتنا واستجارت فينا وأبي عطاها الأمان. هلا شو صار؟ نحن صبايا على بعض وما في حد غريب. هالشي هي اللي بتقدره مو انتي. خالتي نارا الحصان بيعض؟ لا تخافي ما بيعض. لكن شو هذا اللي حاطه بتمه وعاضد عليه؟ هذا اسمه الجام، منحطه للحصان منشان نقدر نديره هيك وهيك. حطي ايدك عليه لا تخافي. لازم تصيري تركبي على الحصان لحالك. شايفه ما بيخوف؟ الخيل الاحمر بنسميها عامر، والادهم بنسميه تجر، البيضة هي فرس البيضة ممكن نقول عنها. بس مع هيك شو ما صح الناروس خير هاي نشتري. خضر يا خضر. نعم يا عمتي. هات هالجرن لقلّا. حاضر يا عمتي. نور أنا شو عملت؟ أنا طول عمري عم بستناك، ما حدا استرجع يطلع فيه. كلهم بيعرفوا إنه نور الشامخ لابن عم يحيى. كنت مفكرة رح تاخذني ولو بحد السيف. نور أنت بتعرفي كل شيء ممكن يصير بحد السيف إلا الزواج. وبرأيك الزواج كيف بيصير؟ الزواج اسمي ونصيب. هلأ صار الزواج اسمي ونصيب يا يحيى. معك حق. قال حبني وخذ لك جمال. قال له المحبة مو بالتمن. نور ليش هيك عم تحكي؟ انت بتعرفي انه انا ما بكرهك. انت لحمي ودمي ولك انت شرفي. وبتحبني مثل اختك مو؟ يحيى من يوم ما خلقنا ونحن محسوبين على بعض هلأ صرت مثل اختك. لو لك كان اجاني 100 عريس. بس أنا بحياتي ما وعدتك بشي. بلا وعدتني. أنا؟ وعدتني بعيونك. تتذكر يحيى؟ تتذكر كنت أول ما تزورنا تسأل عن نور. وين نور؟ ليش تأخرت نور؟ بكرة أنا بجي باخد نور ومنروح. تذكر وقت بسني بين عيوني؟ نور كنا صغار. وهلأ شو صار؟ شو اللي بيمنعك انك تحبني مثل الأول؟ تتذكر شو كنت تحبني يحيى؟ نور قلت لك أنا صرت عم شوفك. ما بدي مثل أختك. ما بدي. أخي كايد بكفيني. طب خلص اهدي طولي بالك. لا تلمسني. ضروري نصير أعداء. أصلاً أنت قصير النظر أعمى. إذا كنت ما بتحب أخي كايد أنا شو دخلني؟ شو شفت مني؟ أنا شو سويت لك؟ كايد ما له علاقة. لك عليش في وحدة تانية معناتها. نور حطي عقلك براسك. ما بدي حطه. تركت لك العقل إلك يا أبو الحسابات. لك اللي بحب ما بيحاسب على الشعرة، ما بيعرف يحسب الربح والخسارة. لكن اللي بحب على طول خسران. اللي أحلى مني مو
أطول وأجمل وأبيض مني. لك صدقيني المسألة مو هيك مو هيك. لك عن كيف فهمني؟ ما أنا ما عم بقدر فهمك لأنه أصلاً أنت ما بدك تفهمي. طيب ليش ما حكيت هالحكي من الأول؟ لأني ما كنت متصور أنك تفهمي المسألة بهالطريقة. يحيى أنت ما كنت تحبني بشرفك. نور أنا ما فكرت أنك تصيري زوجتي. هيك صدقيني هي هي الحقيقة كنور. أنا أصلاً ما بستاهلك. أنت بنت صبية وحلوة وغنية، ألف واحد بيتمناكي. أنا مستعد أدفع عمري بس تكوني أنت سعيدة بحياتك. خلينا أصدقاء، وإذا فهمتيني غلط أو بنيتي علي أحلام أنا فعلا آسف. سامحيني. يا خسارة يا خسارة. خلاص نور خلاص. سامحتيني. سامحتك. ليش أنا بقدر ساوي غير هيك؟ بوسك بين عيونك، بوسي أخوية، اعتبرها بوسة الوداع. مين عم يدق؟ هي عمتك نسيبي. عال معناتها مبسوطة. مو شرط، كان جدك الله يرحمه كل ما يسمعها عم يدق بن يقول الله يجيرها. شو يعني؟ يعني عمتك كانت كل ما تدق بن بتصير مصيبة، مش هنيك أبوك ملعها. لكن ليش عم يدق هلا؟ أبصر شو خطر. الماسي معنا حرمي اسمها ام حسن مال سعيد التور، تعرفيها؟ سلفتي شو بها؟ جيبي لي عاوزها. لا أمي أنت روح لعب عند الخير.
جوزك اسمه سعيد التور لأنه أصله تور مو هيك؟ لا، لأنه بطح التور. بدي أسألك، التور أحسن ولا الحصان؟ لا، التور. لا، رح أثبت لك العكس، رح أثبت لك إنه الحصان أحلى، أحلى بكتير. هيك ما اتفقنا؟ أنا ما بحب شوف الخيل زعلان. ما منقبل هدايا من حدا. شو عم تقولوا لا؟ مثل ما سمعت. ساويها مثل اجرك، فهمت؟ وانت شو بدك؟ انا بدي بدل هاي البيضة كحل. هالبيضة مسروقة؟ لا مو مسروقة. كيف مسروقة؟ بلا، انا بعرف البيضة المسروقة من البيضة اللي مو مسروقة. كيف؟ هلا برميها على الارض، اذا انكسرت بتكون مسروقة، واذا ما انكسرت بتكوني جايبتيها من بيتكن. Thank you.
أما شو محضر لك مفاجأة يا كايت بيك؟ تاخد الحل ما عاد في شي يفاجئ يا عقاب. شو هالمفاجأة؟ صحن فضة وفيه وردتين حمر وتحتهم كرزة. مين هي؟ خليها مفاجأة أحسن. طول عمرك مفاجأتك حلوة. Thank you.
عامل حالك رجال يا كلب؟ ما حدا كلب غيرك. في الدلكي دلكي لي رجلي. يلا أكثر شيء زعلني. لا مو قصة زعلني، قصة ماني قادرة أصدق، ماني قادرة أصدق. أنت عن شو عم تحكي؟ شو عم تخربطي؟ عم أحكي عن كايد بيك اللي قرصني، وعن أبي أبو محمد يلي ضحك لما شافه. شو بدك إياه يعني يضربه؟ لا أنا ما بدي إياه يضربه، بس بدي ما يضحك له. لك هذا اللحم لحمه ولا لا يا أمي؟ لحمه ولا لا؟ يا بنتي يا حبيبتي، أنت حساسة أكثر من اللازم. بلكي كان عم يمزح. عم يمزح؟ هي مزحة هاي؟ بس لو تشوفيها كنت في مالي قادرة حركه. هي مزحة هاي؟ طيب وأم فارس؟ ما حكيت لكم قصتي مع أم فارس؟ حكيتي لأبوكي بس لأمك لا. على أبوكي فيك تضحكي بس على أمك لا. حسن لا تخافي، احكيلي أنا أمك. كايد بيك، أم حسن عم تهجم على كل الناس، الظاهر إنه جنت. مين أم حسن؟ مرته لسعيد التور. شو بدها؟ بدها تشوف جوزها. بكرة ونخليها تشوف جوزها. أربطها يا بيك. ساووا فيها اللي بدكن ياه. حاضر يا بيك. Thank you.
أمي.